والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الله يمسيكم بالخير جميعا، وأمسي على من هم خلف الشاشات من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأبناء والبنات. وأيضا ندعو الحقيقة في بداية هذا اللقاء أن الله يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن المبتلين، وكذلك الهموم عن المهمومين، وينفس كربهم، إنه على ذلك قدير. وأنا أيضا مؤمن الآن أن عشرات من المسلمين ما شاء الله خلف الشاشات كما أنتم أفطرتم اليوم وصائمون، ويمكن الآن اللحظة هذه في أناس ما زالوا على مائدة الإفطار في بعض المناطق، يمكن ما بعد أذن المغرب أو بعض حتى الدول. فأيضا نوصيهم في هذه اللحظة بكثرة الدعاء للإسلام وللمسلمين أنفسهم ولأهليهم ولكل مبتلى. اليوم أنا بتكلم عن مدارس العلم والعمل. لما تقول مدارس يعني كأنك تأتي بشخص وتقول للناس هذا الشخص مدرسة، جامعة، يقتدى به ويحتذى في طريقته وفي تعامله. في رجل كان يسكن في المدينة، هذا الرجل يقال له أنس، ولما سكن في المدينة طلب من أهله يبحثون له عن امرأة جميلة، يبغى يتزوج بنت جميلة. فقالوا له حنا تعرفون أنتم الناس وعاداتها ما يسمحون إلى وقتنا اللي نحن فيه الآن، يمكن في أناس طبعا الناحية الشرعية يجوز للخاطب أن يرى المخطوبة في حدود ما نصت عليه الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤدم بينهما، يمكن يكون فيه راحة وتوفيق. لكن لا يزال في أناس ربما يتمسكون بالرفض ومنع أن الرجل يشوف المرأة. هذا الرجل أنس في ذلك الوقت كان بعض الناس يرفض مثل هذا، فقال لهم دوروا لي على بنت جميلة أبغى تزوجها. فاجتهدوا، قالوا له وجدنا لك امرأة وبنت جميلة ولطيفة، ووصفوها له. لما دخل عليها ليلة الدخلة، ليلة عقد نكاحها ودخولها عليها، تفاجأ أن المرأة ما هي بجميلة أبدا، بل كانت في شكلها ذميمة قبيحة. فتأثر شوي، انصدم، كأنه ما يبغى أن يكون أن يكون الرجل هذا لا يريد أن يكون هناك، يعني انصدم من شكل المرأة وتفاجأ من شكلها، فابتعد عنها ولا دخل بها. فجته الحرمة قالت له كلمة واحدة، قالت يا أنس لعل الخير في الشر، يمكن الخير اللي أنت صديت عنه في شكلي القبيح اللي أنت تراه شر لي. كأنه يعني عزتها الكلمة واقترب منها، ثم دخل بها، جلس معها أسبوعين، ثم هاجر من المدينة منحاش، طلع، قيل ذهب في طلب علم، وقيل ذهب في طلب رزق، وقيل ذهب مهاجرا فارا من هذه المرأة. انقطع عن المدينة 20 سنة، وبعد 20 سنة رجع. أول ما دخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فإذا بالناس يزدحمون على رجل شاب يدرس، يحدث، يعلم الناس، كلامه فيه من الفصاحة والبلاغة والقرب من الناس. فسأل الناس يوم طلع، قال من هذا الذي يجتمع عليه الناس؟ قالوا هذا رجل عالم يقال له مالك. قالوا مالك، مالك ابن من؟ قالوا مالك ابن أنس. هو يقال انه مالك ابن أنس الامام الرابع، وقيل انه الجد. والحقيقة والله الى اليوم انا ابحث عن التثبت من فانا اميل ان قد يكون الجد. فقيل مالك ابن أنس، قال مالك ابن أنس ابن عامر؟ قال نعم، درى انه ولده. فقام الرجل وجلس يلاحق الشيخ الامام يوم طلع من المسجد لين دخل البيت. فلما دخل البيت طق الباب، فتح، ما يعرفه، السلام عليكم. عليكم السلام. قال له اين امك؟ قال وش تبغى بامي؟ قال اهي حية ام ميتة؟ قال حية. من انت؟ قال ادخل لها وقل لها ان على الباب رجل يقول لعل الخير يكمن في الشر، وهي راح تعرفني. يقول يوم دخل قال يما فيه رجل عند الباب يقول لعل الخير في الشر الذي تفر منه. قالت اخرج فان هذا ابوك. يقول فخرج اليه وجلس يقبله يبكي. فقالت، شوفوا الكلام الجميل، بعض الناس ما يجرح، قالت ان اباك ذهب في طلب رزق فغاب عنا فها هو يعود. ما تبي تجرح هذه المرأة العاقلة.
ولذلك هذا هو مصداق قول الله جل وعلا: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بعض الناس يجعل المعيار في الخير عموما يجعله في ظاهر أمر يراه، أما في شكل أو في نتيجة يراها أنها خير. يعني أنا دائما أكرر قصة موسى عليه السلام، لما إن الله جل وعلا أمر أم موسى، تعرفون أم يا جماعة، لما تتكلم عن أم، الأم هي التي تلم وتضم، الحنان والكمال والحب والعطف كله متكون تحت لفظ أم. أم موسى الله يأمرها أن تضع جنينا مولود، توه مولود، قال حطيه يا أم موسى وين فيه؟ قال ضعيه قبل البحر في التابوت في صندوق. يا جماعة أطفال ما يحفظون في صناديق، العقل البشري يقول لا مرفوض، لكن هنا هي لابد أن تطيع أمر الله، حطت الولد في الصندوق. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ظنت أن الصندوق بيكون جنبها عشان تفتح وتشوفه يتنفس، ترضعه، ترجعه، تراعيه، ومع ذلك أمرها الأمر الثاني، قال ضعي التابوت ألقيه في اليم في البحر. بحر، يعني لك أن تتخيل أم لما يقولها أحد حطي ولدك في باني وما حطته وهو طفل صغير، فما بالك يتحط طفل مولود في بحر. وقال الله ألقيه، القرآن بليغ، ما قال حطيه ضعيه، ألقيه يعني احذفيه ارميه، وشالته هي واخته ثم ألقته في اليم. هذا الأمر الثاني. وش الأمر الثالث؟ الأمر الثالث أصعب. هي يوم شافت الموج يلعب بالصندوق والتابوت طبيعة الحال خافت على ولدها، قال الله لها: ولا تخافي. كيف ما خاف؟ ثم لما بعد عنها والموج بدأ يبعد هناك حزنت على البعد والفراق. يا جماعة لو الواحد يربي أكرمكم الله قطو في البيت يربيها ويفقدها يمكن يبكي عليها، فكيف في بي 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 بإبن لك؟ قال الله بعدها لها: ولا تحزني. شوفوا، لا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه إيش؟ من المرسلين. والنتيجة إيش؟ النتيجة رجع، قال الله جل وعلا: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن وإيش؟ ولتعلم أن وعد الله حق. الله وعده حق. الخير: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. الله وش قال في آخر الآية؟ قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تحزن، ترى ما بين مشكلتك والفرج أكثر من فقط أنك تضع جبهتك في الأرض. كلا لا تطيعه واسجد واقترب. هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، حديثنا عن الإمام مالك يقودنا إلى حديث، شوف النبي بشر بالإمام مالك في حديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل، يجون من مسافات بعيدة في طلب العلم، شوف ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يكادون يجدون إلا عالم أو أعلم أهل المدينة. وفي رواية: أفقه أهل المدينة. أجمع عدد من العلماء أن المقصود في نص هذا الحديث هو الإمام مالك رحمه الله تعالى. المالكية يستشهدون بهذا الحديث على فضل الإمام مالك، وبعض أهل العلم وأهل الحديث يستشهدون بهذا الحديث على فضل طلب العلم في المدينة. المدينة تعج بالعلماء ولله الحمد والمنة حتى إلى هذا اليوم، علماء في كل مكان ومن كل مكان يأتون الناس يطلبون العلم. اليوم ما شاء الله المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا زالوا يأتون الناس للدروس وللدورات التي تقام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مالك يسمى إمام دار الهجرة، دار الهجرة اللي هي المدينة. طبعا مذهب الإمام مالك انتشر في المغرب العربي، في الأندلس يوم كان حكمها تحت المسلمين في صقلية، هناك كان حكمهم على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. التاريخ خلد ذكر الأئمة الأعلام، ومنهم الإمام الأئمة الأربعة، ومنهم الإمام مالك رحمهم الله تعالى. طبعا له مذهب وله مدرسة تدرس، اليوم ملايين من البشر يتبعون في بعض دول الخليج اليوم في المحاكم المواد التي قامت عليها مواد الحكم والأحكام التي تصدر عن بعض القضاة، أغلبها تصدر من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. حنا نحترم طبعا جميع المذاهب،
مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام أبو حنيفة، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام أحمد، أي مذهب من مذاهب أهل السنة. لكن المشكلة عندنا، احنا ما عندنا مشكلة في انك تتبع مذهب بعينه، هذا لا إشكال فيه. الإشكال إذا جاءك دليل خالف المذهب، وش الأفضل، تتبع إيش؟ أو الواجب ما هو؟ تتبع الدليل. عندي كتاب وعندي سنة، مثل ما قلنا احنا في اللقاءات الماضية، المملكة العربية السعودية مثلا هيئة كبار العلماء من جملة أنظمتها أنهم يتبعون الدليل، سواء كان مع الإمام أحمد ولا مع الإمام الشافعي ولا مع مالك ولا مع الإمام أبو حنيفة. عندي دليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أتبع الحق. حنا نقول تتبع مذهب لا حرج، لكن إذا جاء الحق يخالف المذهب، هنا نقول تعال يا مسلم يجب عليك ألا تتعصب لهذا المذهب، بل عليك باتباع الحق من الكتاب والسنة. الإمام مالك رحمه الله تعالى ولد عام 93 هجرية. من يعرف التاريخ من اللي توفى فيه من الصحابة؟ أنس بن مالك، قيل أنه آخر الصحابة وقيل من أواخر الصحابة. العام اللي مات فيه الإمام أو الصحابي الجليل رضي الله عنه أنس بن مالك، ولد الإمام مالك. كأن الله جل وعلا عوض الأمة أيضا بهذا الإمام والعالم. هذا الإمام يا جماعة غرق، لا 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 لا، هذا ليس ابن الصحابي، غرق في العلم. طبعا الإمام مالك بن أنس يقال أن جده عامر من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. غرق في العلم الإمام مالك منذ نعومة أظفاره، مو بغريب، لأنه نشأ في أسرة أبوه عالم، جده عالم، أعمامه علماء. طبعا هو عربي، هاجرت أسرته إلى اليمن، جده هاجر إلى اليمن، وبعد ذلك رجعوا إلى المدينة، وولد الإمام مالك رحمه الله تعالى في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا تهيأ الأسرة يا جماعة قد تكون سبب. أنا اليوم أحيي الحقيقة من هذا المكان عدد من الأسر رحمك الله، عدد من الأسر اللي عرفت بالعلم. أنا ما ودي أذكر أسرة دون أسرة، يعني عندنا سواء في المملكة العربية السعودية أو حتى في العالم العربي، في موجود وفي غير العالم العربي العالم الإسلامي، في أسر نشأت على العلم. يعني لو ذكرنا مثل أسرة آل الشيخ مثلا في المملكة، مثلا من الأسر العريقة نسبا ومكانة وعلما وفضلا، وقس على ذلك أسر كثيرة موجودة في العالم اليوم في الأمة المسلمة. أنا أقول أثر الأسرة أن يكون، أن تنجب، نبغى أسر ولادة، ولادة ليس فقط أجسام بلا أرواح، نبغى أن ولادة رجال وشباب وبنات حتى من العلماء والعالمات الذين يقومون بالعلم ويملؤون الدنيا علما وفقها ومحبة للخير. طبعا المدينة لما ولد الإمام مالك كانت مليئة تعج بالعلماء. أبو الإمام مالك اسمه أنس، أبوه أنس ابن مالك كان نبالا يصنع النبال. وهنا وقفة جميلة لابد نقفها الحقيقة، أن النبال التي كانت ترمى بها في نعم، لا السهم غير النبل، أي نعم، الذي يرمى به في الحروب ويشارك فيه الإنسان، كان يصنع النبال. يا جماعة مو بعيب أن الإنسان أنه يقوم بعمل كما يقال يكسب رزقه بكد يده. العجيب أن الإمام أبو الإمام مالك كان مشلول ويشتغل نبال. أنا أيضا أبا أقول وين ذوي الاحتياجات الخاصة؟ حنا هالفئة هذه غالية على قلوبنا، والله أننا نحبهم. أنا قابلت منهم عشرات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا أرفع لهم تحية من هذا المكان. بعضهم عنده من العزة والانتصار على نفسه. حنا نراك أنك مصدر فخر. أنا أنادي الأمة، كل الأمم تستغل كل الطاقات. بعض هؤلاء الغالين على قلوبنا من ذوي الظروف الخاصة اللي يمرون في الإعاقات الخلقية أو التشوهات، سواء كانت في من خلقهم ابتداء أو لا قدر الله بأسباب يعني حوادث وما إلى ذلك، نقول لهم أنتم مصدر من مصادر طاقة الأمة. وراح أتكلم أنا الآن. عندنا مثلا في تاريخنا رجل اسمه أبان ابن عثمان، هذا رجل فقيه محدث كبير، كان ضعيف السمع، يقولون كانوا إذا كلموه يصيحون يا إمام يا أبان، ما يسمع، ومع ذلك تحدى هذه الإعاقة وأصبح أحد أكبر العلماء والحفاظ والفقهاء في وقته. الإمام محمد بن سيرين، تو تسألون أنتم عن بعض الرؤى اللي اشتهر بالتعبير الرؤى والمنامات، هذا محدث من كبار المحدثين، عنده صعوبة أيضا في السماع، وقيل عنده صعوبة في الكلام،
ومع ذلك استطاع أن ينتصر على هذه المشكلة والعاهة الخلقية. بعضهم يوصم بالمشكلة، حاتم الأصم، يسمونه حاتم الأصم لأنه أصم. ومع ذلك أحد كبار العلماء في سليمان الأعمش كان أعمش، ومع ذلك انتصر على هذه الإعاقة أو هذه المشكلة التي كانت لأنها قضى الله سبحانه وتعالى وقدره، ولأنه مسلم مؤمن، ولأنه بطل راضي بهذا. حنا شفنا، وأنا أحيي الحقيقة عشرات من هؤلاء. طبعا الإمام مالك اللي هو جد الإمام مالك كان مشلولا، وكان صاحب علم وحديث ورواية. وكان الإمام مالك يروي عن جده ويروي عن أبيه، وكان أحد إخوان الإمام مالك في سن ابن شهاب الزهري، هذا عالم من كبار العلماء اللي تتلمذ عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. ألقى يقول أبو، يقول الإمام مالك يقول أبوي مرة ألقى علينا مسألة. أنا أقول بعض الآباء إذا دخل البيت ما عنده إلا أوامر، أوامر ونواهي، قم وجب حط سو. قد تحتاج هذا أحيانا مع عيالك، لكن يجب أن يكون عندك تحفيز. العيال كلهم مو بسوا في بيتك. أنا متأكد الآن عدد من اللي يشاهدوننا يمكن يتلفت، وأنتم الآن يمكن تتذكر بعض إخوانك أحد منهم عنده تقصير في جانب معين، الثاني عنده يعني مثلا جد واجتهاد في جانب آخر، البنات نفس الشيء. وش دوري أنا كأب؟ الإمام مالك يقول أبوي مرة سوى بيننا زي المسابقة، طرح علينا مسألة حنا وإخواني، يقول أما أنا فأخطأت، أخطأ الإمام مالك، وأما أخي فقد أصاب. الإمام مالك كان يحب الحمام، وكان يلعب بالحمام واشغلتها الحمام، فقال له ابوه ألهتك الحمام عن معرفة المسائل، انت ما عندك يعني فعلك هذا خطأ. يقول فوقعت من نفسي موقعها، يقول غضبت، انا رجال اخوي اصغر مني، ولما سأله ابوي جاوب وانا ألهتني الحمام. يقول فتوجهت بعدها انقطعت الى ابن هرمز. ابن هرمز هذا عالم من علماء المدينة. يقول مكثت عنده سبع سنوات، سبع سنوات انقطعت، لا اختلف الى غيره، يعني ما اروح عند احد ثاني. الامام مالك اسرته اسرة علمية، اعمامه ثلاثة كلهم معروفين، ثلاثة من اعمام الامام مالك كلهم علماء، اويس نافع الربيع، هذول ثلاثة، اضافة الى ابوه انس. يعني تخيل واحد ابوه وجده وعمانه كلهم علماء، وجالس يسمع ويتلقى منهم. يقول كلهم، يقصد عمانه اللي هو ويس ونافع والربيع وابوه انس، كلهم رووا الحديث عن جدي. يعني هو يقول رويت عن ابي عن جدي عن 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 يعنعن عنهم. فوش الفضل هذا يا جماعه، انك تروي الحديث عن ابوك وعن جدك، وهم يروون عن جده مالك رحمه الله تعالى. اشهر اخوانه او اعمامه او اخوانه ابو سهيل اللي هو اعمامه عفوا، ابو سهيل نافع، هذا من شيوخ الزهري اللي تتلمذ عليه ايضا الامام مالك رحمه الله تعالى. وهذا الرجل كانت الناس ما يعرفون الا الاخوه، اخو الامام مالك واعمام الامام مالك. يعني الامام مالك قبل يشتهر بعلمه كان يقولون هذا اخو النضر، وهذا ابن ابناء مالك ابن انس، او انس ابن عامر، اللي كان يعرف بأجداده وبأعمامه، ويعرف كذلك بأخيه. الإمام مالك رحمه الله تعالى جده طبعا كما قلت لكم من كبار التابعين، يعني هو من خاصة الإمام أو الصحابي الجليل عثمان بن عفان، عشان تعرفون فضل الإمام مالك. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى كان جدي مالكا يكتب المصاحف في عهد عثمان، لما امر عثمان جمع المصاحف احد اللي كتبوا المصاحف جد الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى. لا وازيدكم معلومة ثانية، تعرفوا الامام الصحابي خليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه لما قتل حصلت فتنة، ومنعوا ان المسلمين يصلون عليه، اللي صلوا عليه فقط يقيل انهم اربعة فقط تمكنوا من الصلاة عليه ودفنه، من جملة الاربعة ذولي جد الامام مالك. جد الإمام مالك كان أحد الذين دفنوا عثمان بن عفان وصلوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. طبعا الأسرة هذه أسرة معمرة، عمر جد حتى وقت الإمام عمر بن عبد العزيز، أدرك الإمام عمر بن عبد العزيز الصحابي أو عفوا الرجل الصالح التابعي الذي عد أنه خامس الخلفاء
الراشدين من عدله عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وعمر بن عبد العزيز كان يستشير جده كثيرا. عمه ابو سهيل عاش الى بعد زهير والى بعد الزهري وهم اكبر من الامام مالك. الامام مالك طبعا توفي عمره فوق 90 سنة. اسرة علمية، اسرة معمرة، نشأ الامام مالك قد سبقه لهذا العلم مثل ما قلت لكم اخوه النضر ابن انس. وش احسن، تخيلوا يقولون هذا اخو النضر ابن انس، اخوه معروف بالعلم، ومع الايام بدأت الناس تقول ميد النضر هذا اخو مالك ابن انس. يعني استطاع الامام مالك في فترة من فترة عمره ان يسبق حتى اخوه ويسبق اعمامه، رجل حريص. قيل ان النضر اخو الامام مالك كان له دور ايضا في تشجيع الامام مالك، يقول كان يجلس مع اخوه الامام مالك يقول يا مالك اني اراك شابا تحفظ، يعني عندك ملكة الحفظ. الامام مالك اهدت لنا امه، اذكر لكم الان، اهدت لنا هدية تشكر عليها ام الامام مالك، حنا اسمها عالية بنت شريك، انا اقول لها في قبرها السلام عليك يوم ولدتي، والسلام عليك يوم ولدتي، والسلام عليك يوم ربيتي، والسلام عليك يوم متي. الام اللي جالسة تصنع لنا، يعني ام صنعت لنا عالم والعالم صنع لنا فقه. اي ام هذه اللي اهدت لنا الهدية الكبيرة هذه؟ حنا عندنا امهات معليش جاء الشتاء نبغى ملابس شتوية، وعندنا يعني ما انا ما ودي اعبر بتعبير قد يكون ما يناسب، حنا ما نبغى فقط تربية بدن، هذا واجب على الاب وعلى الام، نحافظ على ابنائنا في كل مجالات حياتهم، وحنا مسؤولين امام الله. عالية بنت شريك بنت عبد الرحمن ابن شريك ام الامام مالك عربية ازدية عاقلة حكيمة، احسنت توجيه ولدها. وش المفاجأة؟ اسمعوا المفاجأة. الامام مالك هو يروي عن نفسه يقول اول ما نشأت عمره 8-9 سنوات كنت احب الغناء، يقول اميل للطرب، والغناء هذا مشكلته مشكلة، الغناء احنا نعرف انه حرام بتفاصيله وفروعه كلها، ما عندنا غنى دون غنى. يقول اول ما نشأت بدأت اميل لحب الغناء، وصرت اروح عند المغنين يتجمعون في السوق يطبلون يهابدون يرقصون. يقولوا الامام الشافعي يقول دخلت الى المدينة، يقول فكنت الى مكة، يقول جيت مكة فكنت ارى رجالا يرقصون مثل حق العرضات الحين، يقول يطامرون يقمز 3 متر يمكن، يقول فاذا جاءت الصلاة صلى على كرسي. يقول ما ادري عجزت يقول اجمع بينها، ويجي يسألك يقول يا اخي انا والله ما اقدر الحقيقة اصلي وانا واقف. يا جماعة لا تترخص في الصلاة الا بالرخصة الحقيقية، لا يجوز. المهم ان الامام مالك يقول كنت اختلف على المغنين، امه شافته ما عجبها الوضع. شوفوا ام الامام مالك وش سوت، الحرمة العاقلة كثر الله خيرها وجزاها الله عن الامهات خير ما جزى اما عن ابنائها، اهدت لنا عالما. قالت له يا مالك صغير تبي تكلم على قد عقله، يا مالك ان الناس لا يذهبون الى المغني الا اذا كان جميلا، يعني وسيم، مع العلم ان الامام مالك كان وسيم. يقولون كنا نستغرب جمال الامام مالك في المدينة، لان العرب ما كانوا بهذا، كانوا يسمونه الاشقر، من بياضة يقولون عيونه كانت زرق. ومع ذلك هم شوف ما قالت لان تكرمكم الله قبيح، لكن قالت لا ان الناس لا يذهبون للمغني الا اذا كان صوته جميل وشكله جميل. هو فهم عشان صغير ما نب حلو، يعني ما نب جميل وصوتي مو بجميل، وهي جالسة تبي تزرع فيه شيء ان هذا مو بطريقك. يا مالك اني اوصيك ان تختلف على العلماء والفقهاء، رح للعلم طق باب العلماء. يقول فكان كلام امي له دور اثر فيني، فقامت امي من لحظتها يقول فذهبت فاشترت لي لباسا، يسمونها لباس العلماء القلونس، وهذه يقول اشترت لي امي لباس العلماء في المدينة. العلماء في المدينة كانوا يلبسون مثل البردة مثل البشت والقلونس وهذه، ويحطون طبعا العمامة ثم يوضع على رأسه، وكان لباس جميل. يقول ولا كان يلبس ذاك اللباس الا العلماء. يقول فلبسته وقالت امي اذهب الى المسجد. يقول انا رايحة تلفت احس كل الناس تناظر فيني، يقول مبسوط من لباسي وبدأت اشعر بقيمتي. يقول قالت امي يا مالك اذهب الى ربيعة، عالم يسمى ربيعة الرأي، يسمون ربيعة الرأي، قيل لرأيه الحكيم، وقيل انه كان من اهل الرأي.
ولذلك لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. بعض الحمقى والله ما تقدر، يقولون على ذكر الحمقى يقولون كان فيه جهة ماني بذاكرها، ذكرها الإمام ابن الجوزي في كتاب الحمقى والمغفلين، يقولون كان فيه رجل أحمق، هذه قصة حقيقية ذكرها الإمام الجوزي، يقول فهد قالوا له الجح البطيخ تقطعونه بالسكين ولا بالمقص، هو أحمق عبيط قال نقطعه بالمقص. راحوا قالوا الخبر هذا للوالي، والي المكان ذا، قالوا فيه فلان يدور في السوق يقول ترى الجح والبطيخ الحب حب ما يقطع بالسكاكين يقطع بالمقصات، قال جيبوه الأهبل هذا جيبوه عندي. فيوم جابوا الرجال دخلوه قدام الوالي قالوا له ايش تقول الجح البطيخ هذا يقطع بالسكين ولا بالمقص؟ قال بالمقص. قال انت هبل؟ قال انا حر يا اخي انا اقول بالمقص. قال اربطوه، ربطوا الرجل. قالوا ايش تقول مقص ولا سكين؟ قال مقص. قال علقوه، يقول علقوه. قالوا مقص ولا سكين؟ قال مقص. يقول حطوا بركة، جابوه فوق بركة موية مثل بركة مساعد اللي شفناها قبل شوي، وحطوا له بركة قالوا تعال، يقول فنزلوه في الماء وكل شوي ينزلونه. اول شيء قال الوالي نزلوا رجوله، نزلت رجوله. قال ها ايش تقول مقص ولا سكين؟ قال مقص. قال نزلوا، يقول شوي شوي لين وصلت الموية هنا. قالوا ترى ما عاد بقى لك كلمة واحدة نقول نزلوا ثم تدخل جوا الماء وتموت، مقص ولا سكين؟ قال مقص. قال الوالي نزلوه، يقول يوم دخلوه في الماية طلع اصبع يسوي كذا. يقول من شدة الحماقة. ولذلك هنا ينطبق عليه قول الشاعر لكل داء دواء يستطب به الا الحماقة اعيت من يداويها. الامام مالك يقول لما رأى هذا اللباس دخل على ربيعة الرأي وقالت امه اسمعوا الكلمة وهذه مهمة وتشير الى الكلام اللي تو ذكرته، قالت يا بني، الام تقول يا مالك ادخل على ربيعة الرأي وتعلم منه ادبه قبل ان تتعلم علمه. يا سلام، تقول تعلم الادب. والله اني كنت اشوف في مجالس الشيخ عبد العزيز بن باز عشرات الطلاب يحضرون من غير كتب، واذا رأيته جالس تقول له ليش؟ يقول رغم اني استفيد علميا لكني استفيد من سمت الشيخ وادب الشيخ وكلام الشيخ ومنطق الشيخ وهيبة الشيخ يمكن اكثر مما استفيده من العلم. تعال المهم، يقول قالت لامي يا مالك ان الصوت الحسن والوجه الحسن عند المغني تجعل الناس تقبل عليه، كأنها تقول هذا مهب لك. يقول فذهبت للامام ربيعة الرأي وقمت اتعلم من ادبه قبل ان اتعلم من علمه. قالت تعلم من ادبه قبل ان تتعلم من علمه. يا الله، شهدت لنا هالمرأة العظيمة، هذا الانسان الامام. توجه الامام مالك لطلب العلم، وهكذا كان مالك يذهب فترة عند الامام ربيعة الرأي وتربى على يديه. وتعرفون مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على ساكنها افضل الصلاة واتم السلام، كان المدرسة هي في المسجد. انطلق الامام مالك رحمه الله تعالى في المسجد، المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقول في الحديث القدسي ان المساجد بيوتي وان زوارها عمارها وحق على المزور ان يكرم الزائر. الله يكرمنا بايش؟ يكرمك بالرحمة بالمغفرة. اذا مات الانسان وهو ساجد يعتبر شرف عظيم، اذا مات في بيت من بيوت الله يعتبر شرف عظيم له، لانك ضيف على الله والله جل وعلا يكرم ضيفه، الله يكرم الضيف. يقولون فيه رجل، ذكر هذا الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء، يقولون فيه رجل اعرابي مر في 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 منطقة او في الكوفة في العراق، يقول يوم مر رحمه الله تعالى دخل في مسجد فاذا بالامام بعد صلاة الفريضة، قال عندنا ميت متوفى صلوا على المتوفى فهو رجل، قال صلوا عليه صلاة السنة. جلس يعلمهم الامام الاعرابي هذا، يقول انا ما اعرف كيفية صلاة الميت. قال الامام صلوا عليه 4 تكبيرات، التكبيرة الاولى اقرأ الفاتحة، يقول قلت في نفسي الحمد لله انا حافظ الفاتحة. قال التكبيرة الثانية صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروفة وسهلة. يقول فقال في الثالثة فاذا كبرت الثالثة فادعوا للميت بما ورد في السنة. يقول انا قلت ما اعرف وش تدعى السنة، ما اعرف. اللهم اغفر لي حينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وشاهدنا وغائبنا. يقول الرابعة سلم. يقول يوم قال الله اكبر كبرت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الله اكبر اللهم صل على محمد، الله اكبر
الثالثة يقول ما أعرف إيش الدعاء. يقول أنا واقف ورا الإمام شفت الميت على النعش. اسمعوا إيش قال: اللهم إن هذا الميت ضيفك وهو في بيتك، والله لو إنه ضيفي لأكرمته، وهو ضيفك يا رب، اللهم أكرمه بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة. يقول قال الله أكبر، كبر رابع، السلام عليكم ورحمة الله. يقول يوم ذهبوا وطلعوا يقول فرؤي الميت في المنام بعد 12 يوم. قالوا ماذا صنع الله بك؟ قال إن الله غفر لي ورحمني وأدخلني الجنة بدعوة فلان بن فلان. هذا الأعرابي. ولذلك أنت لما تقبل على الله، ليش أنا تو أقول استشعر 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 وش تقول؟ استشعر صلاتك، استشعر عبادتك. المسجد انطلق منه، يعني الإمام مالك يقول كنت أرى جعفر الصادق أحد أئمة آل البيت. الشيعة يقولون جعفر الصادق إمام من أئمتهم، هو إمام من أئمتنا، هو إمام من أئمة أهل السنة، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام محمد بن المنكدر والزهري وعدد بن هرمز وربيعة الرأي. كان عهد الإمام مالك عهد قريب من الأحاديث من السنة بالمدينة، المرويات ما زالت موجودة. كان فقه الإمام عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسعيد بن المسيب من كبار التابعين وأمثالهم، كانت الناس تتداوله وكانت الأحاديث تتوارث. يقول رحمه الله تعالى: كنا قريبين من السنة وكنا قريبين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن عمر جوه اثنين اختلفوا في المدينة، اختلفوا عنده، قال لهم إذا اختلفتما فعليكما بدار الهجرة، روحوا للمدينة، المدينة أنا أسلم على أهلها وأحيي الأنصار وشكر الله لكم فعلكم مع نبيكم عليه الصلاة والسلام وزادكم الله من فضله، هنيئا لهالبلدة الطيبة. أنا قلت لأهل المدينة، كنت عندهم قبل أسبوعين، قلت يا أهل المدينة جيبوا لي أرض إذا دخلناها فيها قطع منها في الجنة إلا أرضكم، ما عندنا مواقع في الجنة موجودة نشوفها على اختلاف نهر دجلة والفرات، هذا فيه خلاف بين العلم، لكن المدينة ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. المدينة عظيمة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام مالك عاش في دار الهجرة، في دار الهجرة. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: دخلت المدينة ولقيت فيها 40 فقيها يفتون بفتوى أهل المدينة. طبعا الإمام مالك عنده رأي يسمون مدرسة الأثر، يقول لا تفتون إلا بفتوى أهل المدينة، وعلى هذا رتب الموطأ، يأتي بالحديث ثم يأتي برأى أهل المدينة ثم يأتي بقوله هو رحمه الله تعالى. ولذلك يقول رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة كذا، يقصد غزوة تبوك، ومعه 30,000، يقول مات في المدينة 10,000، كيف تبغوني اخذ فتوى غير فتوى اهل المدينة وهم اللي عاشوا فيها وسكنوا فيها وحدثوا فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبقي رحمه الله تعالى؟ هذا منطق، يعني كونه يقول 10,000 صحابي. تعرفوا القصة اللي صارت بينه وبين بين الامام ابو حنيفة؟ قال له الامام ابو حنيفة: لماذا يا مالك؟ هو التقى هو الامام مالك لقاء واحد في مكة، قال له: يا مالك انت ليش تنقم علي؟ الامام مالك يقول انتم يا اهل الحجاز يا اهل بغداد الحديث يطلع من عندنا شبر ويجينا من عندكم ذراع، تمطمطون على كيفكم، تفترضون اشياء. قال له ابو حنيفة: يا مالك رحمك الله، على ماذا تنقم علي؟ قال: ليش تفتي بفتوى غير فتوى اهل المدينة؟ قال له: طيب ليش تلزمني في المدينة يا مالك؟ قال: المدينة فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفيها مهجرة وفيها صحابته ودفن فيها بعض أصحابه. قال: كم عدد الصحابة؟ يقول أبو حنيفة: قال 120,000. قال: كم دفن عندك في المدينة؟ قال: 10,000. قال: وين 110؟ قال: ذهبوا في الأمصار وماتوا ودفنوا. قال: طيب ليش تحدني على المدينة؟ عليه الرد هذا فيما يتعلق هالموضوع. قال له: طيب بالنسبة للصلاة أنك تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر إذا نزل المطر، والنبي جمع المغرب والعشاء أساس العتمة والليل. قال: يا مالك أنت في 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 المدينة في حرة ولا يجيك مطر، أما أنا المطر ينزل عليه في الليل وفي النهار وفي الصيف وفي الشتاء، لا تحجر واسعا. وكان الإمام مالك اقتنع. قال: في عندي أمر ثالث، أنت يا أبو حنيفة تفترض تقول لو حصل كذا ينبغي أن يكون كذا الحكم كذا، ليش تفترض مسألة ما سارت؟ خلها تقع، وإذا وقعت أفت الناس فيها، لأن هذا يقول هذا ما من السنة. قال له الإمام أبو حنيفة: من قال لك أنه ليس من السنة؟
أليس النبي جاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت لو لقيت رجل فقاتلني أو قاتله فإن قتلني أقتله؟ هذا افترار، هو ما سار مع الرجل. فقال الإمام سكت مالك. تناقشوا في عدة أشياء. يوم طلع الإمام مالك قابلوه قالوا له وش تقول عن أبو حنيفة؟ قال والله لم يعرق، أو قال والله ما وجدت رجلا أقنعني كهذا الرجل، لو قال لي بأن هذه السارية العمود أنها من ذهب لصدقته. قالوا أنت يا أبو حنيفة وش تقول عن مالك؟ قال لقيت رجلا لم يعرق جبيني من رجل لقيته إلا مالك من قوة حجته. يقولون أنه كان يطيل الوقوف عند أبواب العلماء. شوفوا يا شباب، يقولون من طلب المعالي إيش؟ سهر الليالي. اللي يبغى يصل إلى العلياء يجب أن يتعب. يقولون كان يروح عند الإمام ابن هرمز، كان يوقف عند بابه، يقول استحي يطق عليه الباب. يقول كنت أتحرك يعني أخربش عند الباب، أبغى الإمام مالك يحس أني برا. فكان الإمام مالك يقول إلى الجارية عنده انظري من بالباب، شوف من اللي عند الباب. فتطل الجارية تقول ما ذاك إلا الأشقر، يسمونها الأشقر لأنه كان أشقر رحمه الله. قال الإمام مالك نعم أي نعم، قال ابن الأشقر، قال الأشقر أدخليه علي، يقولها ابن هرمز. فلما دخل عليه قال له اجلس ماذا تريد؟ قال يا ابن هرمز إني أريد أن أتعلم منك علما. قال وماذا تريد؟ قال أريد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فكان يجيه باستمرار، قال الجارية كل ما جاء أدخلي علي ذلك الأشقر فإنه عالم الناس في المستقبل. شوف نظرة العالم له، يقول هذا الشاب اللي تقولين عنه بزر صغير هذا تراه عالم من علماء الناس في المستقبل. يقول كنت أضع ثيابي، أكرمكم الله، يحط خياش أو قطن يحشو ثيابه، يقول من كثر ما أقعد على الحجر أتعب خاصة في البرد. يقول أجلس أنتظر ابن هرمز يفتح بابه، يقول أقعد بالساعات الطويلة. يقول فصرت أحشي ثيابي قطن وصوف عشان إذا قعدت ما أتعب مع كثرة الجلوس من كثرة ما كان ينتظره. وتلقى العلم عليه 7 سنوات، يقول لا أختلط على غيره، وكان يلازمه. يقول كنت أدخل عليه في الصباح ولا أخرج من عنده إلا في الليل. يقول وذهبت مرة إلى نافع، نافع هذا مولى عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى، كان محدثا فقيها عالما عبد. لكن شوفوا الصحابي عبد الله بن عمر جليل. عبد الله بن عمر يقول رأيت نافعا ذكيا شغوفا لحفظ الكتاب والسنة حريصا على العلم فاعتقته لوجه الله. قال له اسمع يا نافع، عبد الله بن عمر يقوله، عبد الله بن عمر بن الخطاب. ولذلك سلسلة نافع إذا قالوا حدثنا نافع عن عبد الله عن عمر بن الخطاب هذه يسمونها السلسلة الذهبية. إذا قالوا حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله عن عمر بن الخطاب عن النبي هذه من السلاسل الذهبية. وأضيف إليها إذا أضيف لها الشافعي، وإذا أضيف الشافعي لها حدثنا محمد بن إدريس عن مالك عن نافع عن عبد الله عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب عن النبي هذه من السلاسل من الطبقات العليا. ولذلك عبد الله بن عمر يقول نافع اعتقتك لوجه الله بشرط ان تحرص على طلب العلم. ولذلك حنا نقول يجب ان يربى ابناؤنا، هؤلاء تربوا يا جماعة على هذا العمل. يقول كان الزهري ابن شهاب لما جاء من الشام، كان هو طبعا مفتي الشام، كان في المدينة عالما جليلا وكان يدرس علماء ابناء الخلفاء. يقول كنت اتحين الفرص يبغى يروح يتعلم العلم عند ابن شهاب. اسمعوا الامام ايش يقول. يقول متى لقى الامام الحالة؟ طبعا هو شاب صغير ما يقدر يقعد جلسة خاصة مع الشيخ العالم الكبير. يقول يوم جاء يوم العيد حنا يقول له جاء يوم الاجازة الويكند على قولتهم، هذا يا ويلك وتكلم ولدك، الايباد هذا يبغاه 18 ساعة وطلعت الملائكة والحديقة واوا الى اخره. يقول يوم العيد وانا لا احجر راسي عن، لكن اذكر صفة قصة. يقول يوم جاء يوم العيد قلت لنفسي، يقول الإمام مالك لماذا لا أذهب إلى ابن شهاب، فإن يوم العيد يخلو بنفسه والناس مشغولة بعيدها، الناس ما حدا جاي من الطلاب وهو فاضي ما عنده أحد يوم العيد. يقول فرحت عند باب البيت ما قدرت أطق الباب، يعني خفت وهبت أني أطرق عليه الباب. يقول طلعت مباشرة من المصلى مصلى العيد إلى بيت الإمام. يقول فلما وقفت عند الباب جلست أتحرك أبغى أنبهه من في أحد،
قال الجارية نسمع صوتا، قالت إنه مولاك الأشقر، يسمونها الأشقر، كان أشقر، قال أدخليه علي، خليه يدخل. يقول فدخلت عليه، أول ما دخلت عليه قال لي الإمام الزهري ما الذي أجلسك وش تدور عند الباب؟ قال جئتك أتحين فرصة أن تخلو لوحدك حتى أطلب العلم عندك. قال يوم العيد، يعني الناس يوم العيد رايحة تعيد وتفرح. يقول فجلست فأمر علي بطعام، جابت الجارية طعام، قال كل، قال ما أبغى طعام أنا. قال كل يا بني. قال جئتك أريد أن تزودني من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هذا عندي أحب من الطعام اللي تحطه قدامي. شوفوا كيف الهمة العالية. يقول فحدثته فجلس يكتب معي، يكتب على الألواح. يقول فنظر له الزهري وقال صدق الله يوم قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم يقول الإمام كلما جلس يقرأ قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول دخلت عليه مرة فطلعت الألواح، جلست أكتب عند الزهري. يقول فكتبت 40 حديثا، فوقف الإمام خلص يعني. يقول التفت عليه قلت يعني زدني كمل. قال خلاص عساك تحفظها اللي قلناها قبل شيء. قال حفظتها. قال شو؟ قال حفظتها منذ أن سمعتها منك. يقول فسحب الألواح مني قال سمع. يقول فسمعتها له 40 حديثا كما رواها لي بالترتيب، نفس الترتيب. يقول فذهل يوم قريتها كلها. قال أنت وعاء من أوعية العلم. الوعاء الإناء، بعض عيانا رأسه خاوي يقولون عنها بعض حريمنا فاهي، وبعضهم يحفظ عشرات الأغاني، لو تعطيه طرف أغنية قام المشكلة أنه يجيب أبياتها ولحنها ويهز معها يرقص، يعني يعرف حتى كيف يقضي وقته فيها. مصيبة، هذه مصيبة في وقت أن الإمام يحفظ له أحاديث من أول ما يسمع. الزهري كان حريص، العلماء في ذلك الوقت كانوا حريصين على هؤلاء الطلاب، يأخذون النوعية اللي بلهجتنا العامية النقوة، يختار الطلاب العلم لأنهم يريدونهم أن يكونوا يقتدى بهم. يقول الإمام مالك من حرصه على حفظ الأحاديث يقول كنت عند الزهري ولا معي الأدوات الكتابة ومعي خيط. يقول كل ما قال حديث عقدت عقدة عشان أعرف كم حديث قال. يقول فمرة عقدت 30 عقدة عشان أعرف كم حديث. يقول يوم خلاص عديتها 1 2 3 4 يقول 30 حديث. يقول فذهبت إلى بيتي ما كتب شيء. يقول عاقد 30 عقدة. يقول فجلست استحضرها أعيد الأحاديث. يقول فاستحضرت 29 حديث ونسيت واحد. يقول قلت كيف نسيته؟ هو يذكر طرف الحديث، يعني يذكر بعض كلمات الحديث لكن ما يذكر نص الحديث، لأن يحفظون الحديث سندا ومتنا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان ثم يذكر المتن. يقول فرجعت للإمام. يقول يوم دخلت عليه قلت يا إمام اسمح لي، أنا كنت قبل شوي جالس عندك وسمعتك تقول 30 حديث وضيعت واحدا منها. قال أضعت واحدا منها؟ لما لم تحفظ؟ قال أنا أذكر أطراف من الحديث لكني نسيت السند والمتن. قال قم عني، بعلمه يعوده، آه لقد ذهب الحفظ في هؤلاء الناس. يقول ضاع الحفظ. شو يقول لو معنا الزهري الحين شو يقول عننا؟ ما يقول ما في حفظ أصلا. ولذلك هنا المصيبة يا جماعة، أن يحفظ. يقول فجلست أبكي، قلت له إنما هو حديث واحد يا إمام، أذكر أطرافه أذكر كلمات منه. قال أعيده لك على أن تعاهدني ألا تنسى شيئا واترك عنك المعصية. ينبه مثل ما قال، هذا بتجي في قصة الشافعي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي وأرشدني إلى ترك المعاصي، إلى آخر الأبيات الشهيرة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الشاهد أنه يقول هذه الكلمات أثرت فيني. يقول والله بعدها ما نسيت حديثا أبدا. يقول قال الزهري اسمع يا مالك، والله ما استودعت قلبي شيئا من حديث رسول الله، يعني ما حفظت شيء. يقول الإمام الزهري يا جماعة والله أننا نستحي من رسول الله أن نلقاه يوم القيامة ما نحفظ حديثه، ونستحي أن نلتقي برسول الله مو فقط ما نحفظها، يمكن الحفظ ما نحاسب عليه لكن نحاسب على الاتباع على التطبيق على الاقتداء. ولذلك النبي يقول الإمام مالك، يقول الزهري يا مالك أني ما استودعت في قلبي شيئا من حديث رسول الله فنسيته أبدا، والله ما حفظت في صدري حديثا عن رسول الله إلا بقي في نفسي وحفظته. هؤلاء الكبار
كانوا يحتوون الزهري ربيعة الرأي، يحتوون هؤلاء الشباب الصغار طلاب العلم. وهذه رسالة حتى لعلمائنا، حتى علماء الشريعة في المساجد وفي الجامعات وفي اللقاءات العامة، وحتى المعلمين، احتوا الطلاب، افتحوا صدوركم قبل بيوتكم. ولذلك كانوا في ذلك الوقت، يقول الإمام مالك، كنا لا نقبل إلا رأي أهل المدينة. كان يشدد على المسألة، يقول أن الإمام ظن ربيعة الرأي يقول: ألف عن ألف، يعني ألف واحد يحدثوني عن ألف صحابي، ألف عن ألف أحب إلي من واحد عن واحد. كان يتكلم عن أحاديث الأحاد، الحديث اللي ما يرويه إلا واحد. طبعا هذا كلام بين أهل العلم في أخذ ورد، لكن أنا أتكلم هنا حرصة على تطبيق رأي أهل المدينة. ربيعة الرأي كان رجل أنيق، يحب يتهندم ويتطيب. يقول فتأثر الإمام مالك به. يقول الإمام مالك: كنت إذا دخلت على ربيعة الرأي أجد أدبا في خلقه وفي خلقه وفي تعامله. يقول كان إذا رفع يده يرفعها بطريقة معينة، كان إذا تحرك لبس البردة بطريقة مؤدبة. الأناقة ما أدري ليش حنا دائما يحاولون يصورون الشيخ والملتزم والمطوع والملتحي أن أهوج ومبهذل ثيابه مقطعة، وأنه لا، ما هو صحيح. هذا قد يكون فيه فئة أو نشاز أو لظروف معينة، لأيا كانت قد يعذر أو لا يعذر، لكن ليست هذه صفات الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض، يحب الطيب، وكانت تقول عائشة: والله إنه كان يضع المسك حتى كان يقطر من لحيته، وكان عبد الله بن المبارك يقول: لا إسراف في طيب. يقول إن كان يغتسل بالطيب عبد الله بن المبارك، يقول يوم الجمعة يتروش بطيب، وقالوا له: هذا إسراف، قال: لا إسراف في طيب. وكان الإمام مالك يقول: إن كنا نشم رائحته قبل أن يدخل مع سكته، نشم ريحة طيبه قبل يلف علينا. كان أنيق، يقولون كان يحب اللباس الحسن، كان عليه خاتم من فضة منقوش على 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 فصه: حسبي الله ونعم الوكيل. وعمر بن عبد العزيز، تقول فاطمة بنت عبد الملك: كنا قبل أن تكون خليفة في رخاء، فلما كنت خليفة أصبحنا في جوع وفي بلاء. قال عنها الشاعر: بنت الخليفة، والخليفة جدها أخت الخليفة، والخليفة زوجها. يقولون كانت تقول له: والله يا عمر، ما كنت قبلك إلا امرأة تمشي بحلي. كان يقول: الحلي تغطي فاطمة، فما إن عرفتك إلا والحلي قد ذهبت والدنيا تغيرت علينا. لأنه خاف من الحساب، وذكرت لكم قصة ولده لما أخذ التفاحة من بيت مال المسلمين وقال: دعها فإن أباك مسؤول عنها، أترك التفاحة. تقول فاطمة: يوم رجع ولدي الصغير الطفل يصيح: شريت له تفاحة. دخل عمر لقى الولد يقرم في تفاحة ثانية، قال: من أين لك هذه التفاحة؟ يقول: ظننت أنه أخفاها عني، قلت: يمكنها تفاحة نحطها في مخبأ ما شفتها. قالت: والله يا عمر، لقد جاءني ابنك هذا يبكي فاشتريت له تفاحة. قال: يا فاطمة، والله إنني انتزعتها من فمه وكأنما أنتزعها من قلبي، ولكني خشيت أن أضيع نفسي بتفاحة. الإمام مالك من كثرة ما عرف عنه أنه يقول: لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري، دي يبغى لها محاضرة كاملة مدرسة. يقول ابن عباس: إذا أخطأ العالم لا أدري، إذا العالم ما يعرف كلمة لا أدري، فقد أصيبت أو أصيب بمقتل. يا هذا خطأ، إذا كنت تسأل عن مسألة ما تعرفها قل ما أدري، الله أعلم. جاه رجل من المغرب، من أقصى المغرب، قال: يا مالك، إني جئتك من المغرب بعدة مسائل. قال: اسأل، هات ما عندك. يقول: فسألت الإمام 45 مسألة، قال: غدا يعني ندرس المسائل وأجي أعلمك. يقول: يوم جاء من بكرة جاه مالك، قال: يا رجل، ارجع إلى من جئت منهم وأخبرهم أني لا أدري. قالوا: شو؟ والله إني خلفت قوما خلفي. قالوا: إنك ستذهب إلى أعلم أهل الأرض، إذا أنت أعلم أهل الأرض فهل يسيق أن أعود لا أعود لهم وأقول يقول لي لا أدري؟ قال: يا رجل، والله إني لا أحسن، والله إني لا أدري، والله لا أفتري على الله ولا على رسوله. قالوا: شو أقول للناس؟ قال: قل لهم لا يدري، قل لهم لا يعلم. وش الموضوع؟ قل لهم. يقول: ما أدري. قال: ما أدري عن شيء. يقول: يا مالك، إنما مسألة خفيفة. يقول فوقف، قال: أعوذ بالله، ليس في دين الله خفيف. أليس الله يقول وأنزلنا عليه قولا ثقيلا، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يقول: كيف تقول خفيف؟
ما في شيء اسمه خفيف وثقيل، هذا دين. يقول له لما راح الرجل ولا ما اجابه ولا على مسألة. يقول جوه الطلاب قالوا يا امام لقد سألك في مسائل لو اجبته. قال سألني في مسائل اعلم انها في بلد غير بلدي. يقول ما ادري وش ظروفهم، واني تذكرت يوما يقف فيه مالك امام الله وسوف يسأل امام الله ماذا قلت لفلان وماذا اجبت فلان. الفتوى يا جماعة صعبة، الحلال والحرام قطع وجزم عن الله. الامام القيم الف كتاب سماه الموقعين، اعلام الموقعين، بمعنى التوقيع عن الله، كأن الله ينيبك ان توقع عنه. احذر ان تتجرأ على دين الله. اسمعوا شو يقول العلماء، لو اجبت رجلا بمسألة سألك واحد فاجبته وانت ما تدري، قال لك وش حكم كذا، فقلت له حلال وطلع الاجابة حلال، يعني انت وافقت انها صح. يقول لو اجبت رجلا على مسألة وانت لا تعلم حكمها فاصبت الحق وانت ما تدري فانك اثم. اثم لانك تخمن، والدين مو بالمسألة هذه. حتى اذا كان الرؤى الاحلام المنامات سماها الله فتيا، افتوني في رؤياي، رؤيا شفت حلمك. حتى اصحاب الرؤى والمعبرين والمفسرين الاحلام لا تتجرؤون على الله يا جماعة. حنا نتحدث عن الامام مالك، وسنكون ان شاء الله تعالى لقاء ايضا اخر حول ما يتعلق بالامام مالك وما يتعلق بكلام الامام مالك، في ان الامام مالك امام دار الهجرة، وهذا الامام العظيم اللي بذل وقته وجهده ونفسه ونفيسه. الامام مالك يا جماعة، الامام مالك رحمه الله تعالى كان رجل مهاب. يقولون العلماء كنا نجلس في مجلس الامام مالك، يقول والله لا يستطيع احدنا ان يرفع صوته. يقول احد العلماء من مصر يقول ما كنت اهاب رجلا كهيبة عبد الرحمن الداخل يسمونه صقر قريش. يقول حتى رأيت الامام مالك فاستصغرت عبد الرحمن الداخل من هيبة الامام مالك. اي نعم. يقول الامام ابو جعفر المنصور يقول ما دخل علي عالم اهابني كمالك. ابو جعفر داهية من دهات العرب، يقول اذا دخل عليه الرجال يرتعدون امامه. كان يهدي الخلفاء يهدون العلماء شيء من الملابس والنقود، وكان من عاداتهم في وقت العباسيين اذا اهدوا احد ثياب من ثياب الملوك يلبسونها البردة، يلبسونها بشت فخم على اساس يعرفون الناس ان النعمة اللي جته من الخليفة. يقول دخل الامام مالك فاهداه مجموعة من الثياب قبيلها الامام مالك، قام الخادم ولبس الامام مالك البشت فنزعه مالك. يقول فنظر ابو جعفر المنصور قال ارفعها وضعها في راحلته ولا تضعها على كتفه. الامام مالك له وضع ثاني يختلف. كان يقولون يهاب اذا دخل الامام مالك، يقوم ابو جعفر المنصور ويقطع مجلسه. بالمناسبة الامام مالك وافق 14 خليفة، وافق 9 من الامويين و5 من العباسيين، وراح اذكرهم ان شاء الله اللقاء القادم. وكان اللقاء القادم ان شاء الله نبسط الحديث عن هذا. يقول اذا دخل على الخلفاء كانوا يهابون مهابة عظيمة. يقول لما يجلس الامام مالك يلتفت عليه ابو جعفر انا تحدث، قال بكلام الله يتحدث. اذا عطسوا الملوك يقولون ادبا يعني لهم ما حد يشمتهم، ما حد يقول رحمك الله. يقول مرة عطس ابو جعفر المنصور هز اطراف القصر عطسة طيرت، يقول ولا واحد شمته. التفت عليه مالك قال يرحمك الله، يقول ما رد ابو جعفر. يقول يوم انتهى المجلس قمز مالك وطلع الحقه واحد من الحاشية، قال يرحمك الله يا امام الملوك لا يشمتون امام الناس. يقول نظر اليه وراح ما رد عليه. يقول جاء بعد فترة ودخل مجلس ابو جعفر وعطس ابو جعفر المنصور، لا يقول التفت اليه قال تريد امر الله ولا امر الشيطان؟ قال بل امر الله. قال يرحمك الله، قال يهدينا ويهديك الله. الله اكبر. يقول من بعد تشميت الامام مالك له صارت الناس تتجرأ على الحكام وتشمتها اذا عطست. الله اكبر. هذه هيبة الملوك، هذه الهيبة جاءت من غير قوة ولا سلاح، لكنه سلطان العلم يا جماعة، سلطان الدين، سلطان العلم، سلطان الهيبة. يقول العلماء كنا نجلس عند الامام مالك واذا جاء يحدث عن رسول، شوف الادب مع رسول الله، انا بختم بهالجزئية. يقولون كان اذا طرق الباب عليه يسألونه، افتحت الجارية قال اسأليهم افي المسائل او في الحديث، يعني بالفقه ولا في الحديث. فاذا قالت في المسائل يعني بالفقه يقول خرج اليهم فافتاهم، واذا قالت في الحديث
قال دخل واغتسل وتطيب وتعطر. يقول تقول يذكر عنه طلابه يقول كنا نأتي له بالمباخر يوضع عليها كسر العود. يقول إنما حديث رسول الله. يقول عنه الزهري دخلت عليه مرة فرأيت وجهه يصفر ويحمر. يقول جالس وجهه تغير فعلمت أن ما أصابه شيء. يقول فلما انفض المجلس سقط طاح. قلت ما لك يا مالك؟ قال قرصتني عقرب 3 لدغات فما استطعت تأدبا مع حديث رسول الله أن أقوم لأني نتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة أسألكم سؤال خلونا صادقين، كيف أدبنا مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ يا جماعة إذا ذكر حديث النبي اخضع وقل سمعنا وطاعة. الله يناديك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي مماته. بعض الناس اليوم حتى عند قبره إذا أراد يسلم ولا يصرخ وينادي. دخل أبو جعفر المنصور المرة المسجد النبوي، الإمام مالك وين درس فيه؟ في الروضة. يقول لما جلس في الروضة يدرس بكى 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 حتى قيل أنه في أول لقاء ما استطاع أن يقول كلمة واحدة. قال جلست في هذا المكان وعلى يميني قبره صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المكان جلس أبو بكر وجلس عمر وجلس عثمان وجلس علي وجلس عبد الله بن عمر، كان ابن عمر يفتي هنا في هذا المكان. والله ما جلست على هذا الكرسي إلا بعد أن شهد لي 70 من العلماء 70 من كبار علماء المدينة شهدوا للإمام مالك أن يفتي. أفتى الإمام مالك وعمره كم؟ 20 سنة. الإمام مالك رجل مهاب. أبعطيكم قصة في هيبته، هي بينه وبين الإمام الشافعي، بذكر تفاصيلها في قصة الإمام الشافعي. يقول الإمام الشافعي لما جئت أبغى، قالوا له أهل مكة الإمام الشافعي اسمه محمد بن إدريس لما بلغ عمره 17 سنة قالوا له علماء مكة تجلس في المسجد الحرام وتفتي أمه. ونرجع للأم، وأنا بأكد على الأمهات أن لهن دور عظيم في تربية الأبناء. الله يجزى أم الإمام مالك عنا وعن الإسلام خير الجزاء، أهدت لنا هذا العالم، هذا الدرة، درة الزمان، الإمام الجهبذ الفقيه صاحب المدرسة المالكية صاحب دار الهجرة. وين أمهاتنا اليوم؟ وين الأمهات اللي عندها من مقومات التربية ما تستطيع أن تخرج عشرات مثل مالك وابو حنيفة وأحمد والشافعي وغيرهم؟ نبغى 10 مثل ابن باز، ونبغى 100 مثل ابن عثيمين، ونبغى علماء سنة وفقهاء ومحدثون ومذكرون وأساطير. نريد جهابذة في العلم، ونقدر، عقول موجودة، أدوات موجودة. يقول محمد بن إدريس الشافعي ذهبت إلى مالك، ذهبت إلى أمي، قلت يا أمه طلب أهل مكة مني أن أدرس في الحرم. قالت حسبنا الله ونعم الوكيل، لقد استعجلوك إلى أمر عظيم يا محمد. ليه يا أمي؟ أنا طلبت علم أهل بغداد، وطلبت علم أهل اليمن، وطلبت علم أهل الشام، وطلبت علم أهل مصر. قالت بقي علم الإمام مالك، باقي علم المدينة ما بعد طلبته. قالوا شو السوات؟ قالت تذهب إلى مالك وتطلب العلم عنده. والشافعي يتتلمذ على الإمام مالك بالمناسبة، وقال عنه كلام عظيم، يقول ما رأيت أحدا ألف كتابا بعد كتاب الله أعظم ولا أثبت منه، يقصد موطأ الإمام مالك. وفعلا موطأ الإمام مالك اليوم راح نتكلم عنه اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. الموطأ من التوطئة، من التمهيد، من التيسير. جمع حتى قال له أبو جعفر المنصور اكتب كتابا ابتعد فيه عن شدائد ابن مسعود وعن رخص ابن عمر ابن عباس وابتعد عن شوارد ابن مسعود. يقول قال له الكلام فجمع كتاب. يقول فعلا، يقول انا ما ادري ايش كان هدف ابو جعفر المنصور، سياسي ولا، لكن هذا الكتاب. حتى قال له هارون رشيد اتأذن لنا ان نعلق كتابك على الكعبة؟ قال لا يا امام، انما اختلاف العلماء رحمة، لا تلزم الناس على كتابي وعلى رأيي، هذا فقهي، هذا مذهب، هذا رأيي أنا أراه. المهم قال محمد الشافعي، قال ثم روح للإمام مالك واحفظ وتعلم عنده. قال يلا بروح. قالت لحظة، قبل تروح احفظ موطأ مالك. يقول ما عندي موطأ مالك. يقول استعرت الكتاب 9 ليالي فحفظت الموطأ كاملا. 9 ليالي حفظ الموطأ. يقول يوم حفظته قالت أمي رح، بس لحظة لا تروح لحالك. قالت ليه؟ قالت ما يسمع مالك شديد
ولا يقبل شفاعة والحكام يخافون منه يهابونه هيبة ملوك. قالت خل نروح للوالي، والي مكة مثل ما تقول امير منطقة، والمدينة كانت تتبع المكة يعني زي المحافظة. راحوا الوالي المكة الخليفة او الامير، قالوا له ان هذا الغلام توه 17 سنة الامام الشافعي يبغى علم مالك، فاكتب له الشفاعة. قال ان اكتب المن المالك ثم جايني مالك ما يقبل. فيقول ترجته امي تقول له ارجوك اكتب له كتاب. قال بكتب كتاب مني المالك وكتاب للوالي حق المدينة عشان يروح يتوسط له يعني يشفع له. فكتب خطابين، فلما اكتبها راح حول الى الوالي. يوم دخلوا على والي المدينة وشاف الكتاب قال اجون انتم مجانين؟ ايقبل مالك شفاعة حاكم او والي لاجل حديث وسنة؟ يقول انا جالس اناظر هذا المرسول معي الوزير وهذا الوالي. قال لا ما اروح. يقول فرجوته قلت يا امام او يا خليفة انما انا احد ابنائك فهذا حديث يعني توسط لي انا اتعلم السنة. قال والله لو ذهبت الى مالك انا وحاشيتي ووزرائي ومستنا غبراء العقيق الغبار ووقفنا على بابه ما قبل مالك منا. قال يا اخي جرب ما انت بخسران شيء. قال خلاص خل خطابك عندي وتعالي بكرة العصر. يقول يوم جيت بكرة طلعنا، يقول فعلا مرنا على الغبار وتعبنا. يقول يوم وصلنا عند باب الامام مالك طقنا الباب، يقول طلعت الجارية. نعم. قال مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير من عندي طبعا زيادة لكنه سلم عليه. قال لا، قال للجارية قولي لمالك ان الوالي امير المنطقة تخيل يريدك. يقول دخلت الحين يروي القصة منه الشافعي. يقول فدخلت فتأخرت علينا رجعت قالت ان مالك يقول ان كنت تريد مسألة تبغى شيء اكتبها فرقة ويأتيك الرد مكتوبا، وان كنت تريد حديثا تبغى تسمع العلم فمجلسنا معروف لديك توكل. قال لا يبغى لقاء. قالت خذ موعد. يقول ما طلع. يقول فقلت قولي له ان معي كتابا مهما من والي المكة. يقول يمكن يتحرك. يقول تدخل. يقول تأخرت علينا. يقول شوية مطلعت معها كرسي وحطت الكرسي في النص. يقول يوم حطتها يقول الان الشافعي يروي، الشافعي صغير. يقول فخرج الامام مالك عليه عمامة وقلنسوة اهل المدينة، ما رأيت رجلا ذو هيبة يقول الشافعي تهابه الحكام والملوك كما رأيتها في مالك. يقول يوم طلع والله اني اشوف الوالي يرجع على وراءه وهو الحاشية وجلس مالك على كرسيه. يقول ما رفع راسه. نعم. يقول فقدم الوالي الكتاب وهو يرتعد. يقول يوم قدمه خذاه مالك وقرأ الكتاب فحوى الخطاب ان يصلكم كتابنا هذا نحمد الله اليكم ويأتيكم محمد ابن ادريس الشافعي ممن تميز من الشباب ويحفظ كتاب الله وسنة نبيه، يريد ان يلتحق معكم لحفظ حديث رسول الله عن طريقكم. يقول زعل مالك ورماه. قال احاديث رسول الله يؤخذ بالشفاعة والوسائل هزلت. ما عاد بقى الله يعني وين تبون توسطون حتى في العلم ما يدخل عندي لانه يبغاه يقعد معه في جلسته الخاصة. يقول قال الخليفة لبد سكت، الوالي ما عاد تكلم خلاص. يقول انا صاحب الحاجة، يقول الشافعي وهذا من ذكاء الشباب. يقول فسحبت خطابي طايح في الارض شلته، قلت يا امام عفى الله عنك واصلحك الله، انا ابنك محمد ابن ادريس الشافعي ولد يتيم ولدت في فلسطين. شوف الذكاء في العرض. مات ابي وعمري 3 سنوات وامسكت امي باذني وقالت يا بني والله اني لا ارجو ان يجمع الله بك الامة، وقد تعلمت علماء اهل البصرة واهل الشام واهل العراق واهل اليمن، وجئتك اليوم اطلب علم اهل المدينة. يا امام لقد حفظت كتاب الله، شوف الادب، ولقد حفظت الموطأ الذي كتبته بيديك، وما جئتك الا طالبا لسنة رسول الله فلا تردني. يقول يوم سكت مالك قال ما اسمك؟ قلت محمد ابن ادريس الشافعي. قال تحفظ كتاب الله؟ قلت اي والله احفظه. قال تحفظ الموطأ؟ الموطأ اللي كتبه مالك. قال احفظه اكثر ممن كتبه. تحدي يعني. قال امام مالك اقرأ علي من قوله تعالى ان الله فالق الحب والنوى
في سورة الأنعام، قال: فوقفت وقوف إجلال وقرأت بترتيل حتى رأيت الإمام مالك يبكي من قراءتي. إن الله فالق الحب والنوى، قال: حسبك، اقرأ من قوله تعالى: لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، سورة الأعراف. يقول: فقرأتها فحبرتها. يقول: فأوقفني في 6 مواضع وأنا أقرأ القرآن بترتيل. يقول: لين شفت دموعه، يقول: والله تخر مع لحيته. قال: فأمرني أن أحدثه عن موطأة. يقول: سألني في 6 مواضع في الحديث. يقول: حتى رفعت رأسي فرأيت الإمام مالك يبكي. يقول: فنظرت في وجهه، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، إن صحت فراسة مالك ابن أنس فأنت عالم من علماء هذه الأمة. اللهم اشهد أني ما قبلت هذا الغلام خوفا من والي ولا خوفا من حاكم، إنما احتراما لسنة نبيك وحفظا لأوعية السنة عن طريق هذا الغلام. يقول: فقربني إليه. يقول، بذكرها لكم إن شاء الله تفاصيلها في اللقاء القادم. قال الإمام الشافعي: فمكثت في حلقته 4 سنوات ثم خلفت الإمام مالك على كرسيه. قال الإمام مالك: ما حدثت على كرسي رسول الله إلا وأنا قد تطهرت وتبخرت وتطيبت وتسوقت أدبا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال له الإمام، قيل أنه لقي الإمام محمد بن المنكدر، قالوا: هل كتبت عنه؟ قال: والله ما كتبت عن الإمام محمد، لأني دخلت المدينة فوجدت الناس قد ازدحموا على حلقته، مزدحمين العالم، ومن كثرة ازدحامهم عليه كانوا وقوفا عند حلقته، فاستحيت تأدبا مع رسول الله أن أكتب حديث رسول الله وأنا واقف. يقول: ما عمري كتبت حديث الرسول ولا رويت حديث النبي إلا وأنا جالس جلوس إجلال واحترام وهيبة. هذا واحد من علمائنا، هذه حضارتنا، هذا تاريخنا، هذه قدواتنا، هذا ما نفتخر به. ولذلك وصيتي لنفسي المقصرة ولإخواني ولكل مسلم أن نعتني بكتاب الله وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، أن نربي الجيل تربية الكتاب تربية السنة. نكمل إن شاء الله تعالى بس مع عبد الرحمن لقاءنا عن الإمام مالك إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم، ونختم إن شاء الله به.